حكيت لك مين انا؟ انا من الجماعه اللي قعدوا مع مرتك ب 2013 في عكا في اسرائيل. مين يعني الجماعه؟ من الامن، من الامن. انا بس بدي اودي لك بس بدي اودي لك الرساله، بدي اياك تفهم شو عشان كل شيء يكون واضح. احنا كلنا على انتم خايفين صارين اكثر من اللازم، عم تتوهموا اوكي. كثير. وثانيا نسلم على سلم على مديركم في حزب الله. عمين؟ على مديركم في حزب الله، وبالمستقبل القريب عنده اكم مفاجآت منا. والله والله غيره حبيبي.